أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي وأنتم تشاهدون مسار نيكس جي اس. فبفيديو اليوم سنبدأ مشروع جديد، وبالتالي مقدمة هذا الفيديو ستكون طويلة. أذكركم أن بفهرس الفيديو يمكنكم تجاوز المقدمة والذهاب للدرس مباشرة، فيمكنكم النقل على التوقيت الذي يمكنكم من تجاوز كل هذا الحديث. لكن أود منكم أن تستمعوا إلي بخصوص مقدمة هذا الدرس، لأنها نوعا ما مهمة، لأنها تؤسس فكرة الدروس القادمة. فبداية، نحن يعني درسنا الكثير من الأشياء بنيكس جي اس. تقريبا لهذه اللحظة قمنا ببناء 7 مشاريع بسيطة مبسطة جدا. آخر مشروع كان هو المشروع الأكبر نوعا ما، وكان مشروع جافا سكريبت فول ستاك، لأننا استخدمنا فيه سترابي و نيكس جي اس. فكل دراستنا السابقة كانت باستخدام شيء اسمه بيجز راوتر، يعني كل عملنا كان بمجلد اسمه بيجز، وتقريبا درسنا كل الأشياء الموجودة بالبيجز راوتر. هذا موضوع البيجز هو موضوع نيكس جي اس ما زالت تدعمه وبنسختها الحديثة، وكان هو الأساسي بالنسخ القديمة. فنحن درسناه، فهمناه، هذا الفيديو والفيديوهات القادمة ستكون حول الراوتر الجديد الذي اسمه آب راوتر. فالآن سنتطرق لمفاهيم جديدة تطرحها أحدث نسخة من نسخ نيكس جي اس. فإذا أحببت أن أوضح هذه الفكرة، مهم جدا أن نفهمها، أن نحن استخدمنا بيجز راوتر، الآن سنستخدم آب راوتر. وبنسخة نيكس جي اس الجديدة يمكن أن نستخدم الاثنين معا، يعني يمكن أن نستخدم آب وبيجز، يعني نستخدم الأشياء التي استخدمناها بالسابق ونضيف عليها أيضا آب راوتر الذي سندرسه خلال هذه الدروس. لم ندرسه بعد، لم نفهمه بعد، سنتعلمه خلال هذا الدرس والدرس القادم. أيضا الموضوع الثاني هو، أنتم تعرفون أن هذا المسار مرتب من خلال هذه الصفحة الموجود رابطها في صندوق الوصف، اسمها رابط مسار نيكس جي اس. انقروا على الرابط ستذهبوا لهذه الصفحة، وهنا يمكنكم معرفة كل المعلومات الخاصة بهذا المسار، فيمكنكم الاستمرار بهذا الشكل، النقر على الاستمرار، وكل خطوة فيها فيديو يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو، وهنا يمكنكم رؤية المصادر التعلم وتفاصيل المسار، تاريخ الإنشاء، متى أنشأنا هذا المسار، لاحظوا أنشأناها العام الماضي وما زلنا نعمل به، تاريخ التحديث شهر 6، يعني هذا الشهر. أيضا الموضوع الأخير بالمقدمة هو أن عليك أن تذهب لمنشور الاستفسارات والتعليقات الخاص بنيكس جي اس إذا أردت أن تسأل عن نيكس جي اس، لأن ستكون التعليقات مغلقة على أغلب الفيديوهات حتى نركز على التعلم ولا نركز على التعليقات أو كتابة التعليقات أو قراءة التعليقات. فهذا الفيديو هو الفيديو الأول من هذه الفكرة الجديدة أو سلسلة الفيديوهات الجديدة بنيكس جي اس. سأفتح التعليقات على هذا الفيديو، لكن بالفيديوهات القادمة إذا كان لديك أي سؤال، كان لديك أي تعليق، كان لديك أي اقتراح، أي شيء تريد أن تقوله بخصوص نيكس جي اس، فاذهب لمنشور الآراء والتعليقات الموجود في صندوق الوصف، انقر عليه، هذا هو المنشور، واكتب تعليقك هنا، جيد؟ وأيضا هنالك تحديثات أنا أنشرها بشكل مستمر حول المسار. لاحظوا آخر تحديث أنا كتبت أننا سنبدأ بأب دايركتوري، والفعل سنبدأ به اليوم. فإذا انتهينا الآن من مقدمة المسار، الآن مقدمة الدرس. فإذا بداية، هذه هي المجلدات التي نعمل عليها، أو هذه المشاريع التي أنشأناها، واليوم سننشأ مشروع رقم 8. فإذا بكل بساطة سنكتب make directory، و8 سيكون رقمه، وسأسميه dashboard new أو new next داشبورد. ما رأيكم new next داشبورد؟ السبب أن هذا المشروع سنتعلم به باستخدام نسخة next الحديثة بمميزاتها الخاصة بالآب دايركتوري، وسنبني داشبورد بهذا المشروع. سنذهب لهذا المجلد وسنبدأ مشروع نود باستخدام npm init. سأكتب yes لكل شيء، أو enter يعني بمعنى آخر،
والآن سنجد لدينا ملف اسمه package.json. لاحظوا سأقوم بتثبيت الباكجز التي أحتاجها والتي هي npm install، والباكجز هي react، react dom، dash dom و next. سيتم الآن تثبيت الباكجز. وأريد أن أقول شيء، أن أحد متابعين الكرام استفسر أن عندما قام بإنشاء مشروع Next.js ظهرت له ملفات ومجلدات غير التي نتعامل معها الآن بالوضع الطبيعي والتي يراها من خلال هذه السلسلة. فالفكرة بكل بساطة أنه قام باستخدام أداة لإنشاء مشروع Next.js جاهز، فهو الذي ينشئ له كل المجلدات. نحن لا نعمل بهذه الطريقة، نحن ننشئ مشروع فارغ تماما ونضيف عليه أو إليه المجلدات التي نريدها فعليا في المشروع، ونضيف فقط الباكيجز التي نحتاجها في المشروع. فإذا الآن أصبح لدي نود موديولز لأنني قمت بتثبيت الباكيجز. ولو ذهبت لباكيج.json مجددا أريد أن أريكم أشياء. أول شيء يجب أن تتنبهوا إلى نسخة React الأخيرة، لاحظوا 18.2. الموضوع الثاني نسخة Next الأخيرة التي هي هذا هو رقمها. ضروري جدا أن نكتب أن تكون النسخة الأحدث، أو أقل شيء يكون هذا الشيء الذي كتبته، هذا الرقم الذي كتبته يجب أن يكون أقل شيء موجود لديك. يعني إذا كان بالنسبة لك أعلى من هذا الرقم لا مشكلة، لكن أقل من هذا الرقم حاول أن تقوم بتثبيت مجددا بالنكست add latest. أيضا أريد هنا سأكتب script next كالسابق. أول script سيكون dev وسيكون هو next dev، والثاني سيكون start وهنا لدينا start، والثالث سيكون build وهنا لدينا build. طبعا هنالك خطأ لأن هذا ملف JSON، فيجب هنا الكوما لا تكون في آخر عنصر من العناصر، هكذا يجب أن نمسحها. وسأقوم بالحفظ. وأيضا مرة أخرى أريد أن أريكم شيء، أن إذا كانت نسخة Next.js ليست الأخيرة لديكم أو الأحدث، بكل بساطة قوموا عندما تكتبون npm i اكتبوا at latest هكذا، فتم تنزيل أحدث نسخة. فإذا الآن تم تثبيت هذا المشروع، فإذا ممتاز جدا. الآن سنحاول أن نشغل هذا المشروع. ما رأيكم أن نحاول تشغيله؟ وتشغيله يكون بكل بساطة npm run dev الذي تشغل next dev. فلاحظوا هنالك خطأ، جيد جدا، نحن نحب الأخطاء كما تعرفون لأنها تعلمنا شيء جديد. والشيء الجديد الذي تعلمناه هنا أن يقول هذه الرسالة، يقول أن لا يمكنك أن تبدأ بدون pages أو app directory، فيجب أن تضيف إما pages وإما app directory. نحن بالعادة قمنا بإنشاء pages، سأريكم أن يمكننا أن ننشئ pages و app بنفس المشروع. فسأقوم بإنشاء هنا مشروع pages لنرى المشاريع. لدينا الآن pages، بداخل pages سأنشئ pages index، وهنا سأكتب export default function home page و return، وسنكتب div بداخلها h1 وبداخلها hi from pages this is home page. واضح، انتهينا. فإذا الآن مرة أخرى دعوني أقوم بفتح تيرمينال جديد هنا حتى تكون الأمور أوضح. هنا سنذهب إلى the complete JavaScript tutorial next والمشروع الثامن، وهنا npm run dev عفوا. هل سيعطيني خطأ؟ أنا أشغل الآن مشروع next، فإذا لا يعطيني خطأ ويقول لي أنه يعمل على بورد 3000. بكل بساطة سأذهب إلى هنا وأقوم بفتح local host وبورت 3000. فإذا يفترض الآن أن يريني الموضوع الذي هو this is home page، جيد. فإذا هنا تم القراءة من البيجز كما تلاحظون. أيضا يمكن أن نبني الاب ديركتوري. فإذا قمت أنا بإنشاء اب مجلد اسمه اب، وبداخل اب هنا سننشئ شيء، مثلا دعوني استخدم لوح الشرح حتى اوضح. يعني انا قمت الان بكل بساطه بانشاء الهوم بيج من خلال بيجز اندكس، جيد. الان اريد ان انشئ شيء اخر، مثلا دعونا نستخدم اورنج هكذا. اريد ان استخدم هنا سلاش، اريد ان ابني سلاش بلوج
لكن أريد أن أبنيها من خلال الـ App Directory. فكيف يمكن ذلك؟ بالنسبة للـ App لا يعمل مثل الـ Pages، وبالتالي ليس صحيح أن أكتب هنا App وثم أنشئ Index هكذا مثل الـ Pages. إذا هذه الطريقة غير صحيحة. الطريقة الصحيحة هي بـ App أن بداية أن أنشئ الـ HTML Structure للصفحة من خلال ملف اسمه Layout، وثم أنشئ محتويات الصفحة التي أريد من خلال شيء اسمه Page. لا مشكلة إذا لم تفهم، لأننا سنطبق كثيرا على هذا الموضوع، فافهم حتى لو فهمت 20% 50% من ما أقول جيد جدا. وكون الآن أنا أريد أن أذهب للبلوج، فبالآب دايركتوري طريقة الموضوع هي التالي، هي أن أنشئ مجلد اسمه بلوج، وبداخله أنشئ الـ HTML Structure من خلال Layout، وأن أنشئ الـ Page Directory، الـ Page عفوا File. الآن سنرى كيف يتم ذلك. فإذا سنذهب إلى صفحتنا مجددا هنا، جيد، وهنا بداخل الآب سننشئ مجلد سأسميه بلوج، ممتاز. طبعا كتبتها بشكل خاطئ، إذا الآن لاحظوا إذا كتبت tree app حتى نرى، فإذا الآب فيه مجلد اسمه بلوج. بداخل هذا المجلد أريد أن أنشئ بداخل app blog أريد أن أنشئ ال layout.js. هنا بداخل هذا الملف أريد أن أضيف ال HTML structure، فيمكن أن تفكر أن أضيف هكذا، مثلا أكتب هنا HTML وأضيف المحتوى هنا، لكن تذكروا أنا في جافا سكريبت فايل، أنا لست في HTML فايل حتى أكتب هكذا. فجب أن أكتب function هنا export default function وسأسميه layout، وثم هنا بالريتيرن سنعيد HTML. إذن سنعيد هنا HTML، وال HTML بداخلها body بهذا الشكل، وهنا بداخل هذا body سيكون لدينا محتوى الصفحة التي بطريقة Next.js الجديدة يمكن هذه layout أن تأخذ props هنا، ومن props تأخذ children، وبالتالي هنا بداخل body أريد أن أضع children. طيب الآن دعونا نرى ما الشيء الذي يحدث. إذا ذهبت للصفحة هنا، أنا الآن طبعا هذه صفحة Hi from Pages، This is home page. دعونا نضع هنا اللينك يذهب إلى البلوج، ما رأيكم؟ هل هذه فكرة جيدة؟ فإذا سأذهب لصفحة Pages Index، وهنا سأضيف Import link from next link، وهنا سأضيف link سيكون go to blog، والhref سيكون blog slash blog. جيد. فإذا الآن لو ذهبت للصفحة مرة أخرى تحديث، فإذا لاحظوا سيظهر لي go to blog. فإذا ذهبت إلى البلوج لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث، سيحولني لصفحة not found لأن الصفحة غير موجودة فعليا. طيب أنا أنشأت لها layout، ما المشكلة؟ يعني الفكرة الأساسية أن Next.js الجديدة التي نتعلمها حاليا، الـ Layout يحدد HTML Structure كما قلت، لكن إذا أردت أن تجعل هذه الصفحة أو هذا المجلد الذي أنشأناه الذي اسمه Blog، أردت أن أجعله يعني مرئي للعيان أو متاح للجمهور، فعلي أن أضيف Page بداخله. هذا ملف Page بداخله هو الذي سيجعله مرئي للجمهور. فإذا لي مرة أخرى نعود إلى هنا ونذهب نرى الملفات التي لدينا، عفوا نرى الملفات التي لدينا، فإذا tree blog وpage. سنجد أن لدينا، عفوا ليس blog app، أعتذر منكم. فإذا لدينا بالapp داخله blog وبداخله layout، لدينا pages داخله index. هنا حتى أجعل البلوج متاحة يجب أن أضيف ملف هنا اسمه page. فبكل بساطة سأفتح بالمحرر الخاص بي blog page dot JS. نفس الطريقة أكتب export default function، طبعا هذا هو عبارة عن function، ومن الفانكشن أعيد ما أريد. ما الشيء الذي أريد أن أعيده بالblog page؟ مرة أخرى سأعيد H1 أيضا، سأكتب فيه this is blog page from a
دايركتوري بهذا الشكل. فإذا الآن مرة أخرى لو ذهبت للصفحة الجميلة التي أنشأناها، هل هي جميلة يا ترى؟ فإذا لاحظوا مرة أخرى لا يوجد أي شيء. سأعيد تشغيل السيرفر لنرى سوية. إذا أعد تشغيله إذا مرة أخرى. فإذا بعد إعادة تشغيل السيرفر ظهر لي هنا This is a blog from a directory. فإذا المعلومة التي الآن فهمناها أن فعليا يمكننا أن نقوم باستخدام البيجز دايركتوري السابق الذي تعلمناه مع الاب دايركتوري الجديد معه. طيب الآن مثلا لو أردت أن أنشئ أيضا بلوج بداخل البيجز، أريد أيضا أن أنشئ يعني مسار للبلوج بداخل البيجز، فيمكن مثلا أن أكتب التالي، هو أن أكتب أو أقوم بداية بإنشاء مسار make directory pages blog، وهنا pages blog index هذه الطريقة السابقة، وهنا أكتب export default function pages أو ماذا blog نسميها، وهنا return ونفس القصة h1 ونفس القصة، نكتب هنا hi from blog this is pages directory. طبعا فالآن أود منك أن تفكر ما الشيء الذي سيحدث. أنا قمت بإنشاء نفس المسار بالأب دايركتوري وأيضا بالبيجز دايركتوري. فإذا لنرى 3 بيجز و 3 أب. فإذا لاحظوا مسار بلوج الآن متاح بطريقة الأب دايركتوري وأيضا الآن متاح بطريقة البيجز. فإذا ما الشيء الذي سيحدث؟ هل يمكنك أن تتوقع؟ توقع مع نفسك، قل أنا أتوقع مثلا أن يكون هناك مشكلة، أم أنا أتوقع أن مثلا الأب دايركتوري صفحة الأب دايركتوري تظهر بدلا من صفحة البيجز، أو أنا أتوقع أن صفحة البيجز تظهر ولا تظهر صفحة الأب دايركتوري. فإذا توقع لنرى النتيجة. إذن النتيجة بكل بساطة، إذا قمت أنا الآن هنا بالتحديث هنالك خطأ، أو الخطأ يقول أن conflicting up and page 5، فيقول أن هذا المسار هو نفس هذا المسار، احذف واحدة حتى يتم حل هذا الconflict أو هذه المشكلة أو هذا التضارب. واضح؟ هل هذا واضح؟ يعني ماذا تعلمت الآن؟ أن لا يمكن أن أضيف نفس المسار هنا وهنا، إما هنا وإما هنا. واضح؟ فطبعا هنا أيضا يظهر الخطأ هنا نفسه. فلحل هذه المشكلة بكل بساطة أنا علي أن أقوم بحذف البيجز بلوج، علي أن أحذفها، عفوا أنا أحتاج أن أحذف بيجز بلوج بهذا الشكل. والآن لو عرضت مرة أخرى بيجز ذهبت منها للبلوج، وبالتالي الآن إذا قمت بالتحديث لن يكون هنالك مشكلة. ظهر الخطأ السبب لأن أحيانا عليك أن تعيد تشغيل السيرفر. فإذا هذا الشيء يعني مزعج قليلا بالنكست جي اس الجديدة، يجب أن نعيد تشغيل السيرفر مثل هذه الأمور. فإذا الآن تحديث، يفترض الآن لا يكون مشكلة وتظهر البلوج من الاب دايركتوري. فإذا ها هي، فإذا from app directory. يتبادر للذهن الآن لماذا أستخدم Pages ولماذا أستخدم App Directory؟ ما الفرق يعني؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق؟ لماذا هذا موجود ولماذا هذا موجود؟ وما الفرق يعني؟ نفس الشيء، أنا وجدتها تعمل كلها نفس الشيء، ما الفرق؟ فإذا الفرق بشكل سريع جدا، نحن انترسنا في وقت سابق عن Next.js وعرفنا أن هنالك يعني Next.js تعمل من جهتين، جهة السيرفر وجهة الكلاينت. بجهة الكلاينت يمكن أنا أن أقوم بتنفيذ يعني تنفيذ هذه الأشياء، الويندو لوكال ستورج، ويندو لوكيشن، ويندو سايز، يمكن أن أحصل عليه بالكلاينت، لكن بالسيرفر سيعطيني خطأ لأن الكلاينت هو عبارة عن متصفح، فهذه الأشياء معروفة بالنسبة للمتصفح، بالنسبة للسيرفر هي غير معروفة، وبالتالي سيعطيني خطأ هنا. والسيرفر تحدثنا عن السيرفر هو المكان الذي يوجد فيه الكود فعليا، يعني السيرفر هو هذا المكان الذي أضع فيه الكود ويتم تنفيذ فيه الكود. أما إذا قمت بتنفيذ الكود في داخل الكلاينت أو المتصفح فأنا الآن موجودة سأكون بالكلاينت. هذا موضوع تحدثنا عنه بوقت سابق. أساس فكرة أن لدينا الاب دايركتوري،
والبيجز دايركتوري هو نفس الشيء، هو نفس هذه الفكرة تقريبا. يمكنك أن تفكر أن البيجز دايركتوري بالأساس تعمل من جهة الكلاينت، والآب دايركتوري بالأساس تعمل من جهة السيرفر. جيد. وبرياكت يوجد شيء اسمه سيرفر كومبوننت، ونكست جي اس حبت أن يعني تضم هذا الكونسبت، هذا المفهوم، وتستخدمه، واستخدمته فعليا ب اب سيرفر. فاذا اب سيرفر تستخدم رياكت سيرفر كومبوننت. ومره اخرى، ماذا يعني كل هذا الكلام؟ عندما يتم استخدام الاب دايركتوري، فبالتالي انا استخدم سيرفر كومبوننتس، بالتالي معظم الكود سيتم تنفيذه اين؟ بداخل جهه السيرفر بنيكس جي اس. فجهه السيرفر نيكس جي اس، ما الشيء الذي ستفعله؟ سيتم تنفيذ الكود هنا، سترتب الكود هنا وترسله للكلاينت. فاذا الكلاينت سيحصل على كود حجمه اصغر من الوقت السابق، لان كل الكود تم اغلبه تنفيذه على جهه السيرفر، و سيحسن من البرفورمانس عندما يتم تحميل الكود هنا بالكلاينت، لأنه سيكون أصغر بالحجم. مرة أخرى، لماذا؟ لأن تم تنفيذ معظم الكود سيكون من جهة السيرفر. أيضا الفكرة الأخرى هنا هو أن يعني عندما يتم تنفيذ معظم الكود من جهة السيرفر، فإذا كانت نيكست جي اس هنا لدينا متصلة مع داتابيس معينة أو مع باك إند معينة، ف سيكون الكود الخاص بالسيرفر أقرب للديتابيس والتواصل معها، ويشكل نوع من الحماية أكثر من أن يتم تنفيذ كل الكود بالكلاينت، والكلاينت هو الذي يتواصل مع ديتابيس مباشرة. فإذا هذا لا يحدث جيد بآب دايركتوري، لأن مباشرة جهة السيرفر هي التي ستتواصل مع الديتابيس أو الباك إند، وليس الكلاينت يعني المتصفح. فإذن الفكرة الأساسية عند التعامل مع الاب دايركتوري الذي سيحدث، أنه سيصبح الموقع أسرع. لماذا؟ لأن الكود معظمه سيتم تنفيذه على جهة السيرفر، وسيتم إرساله للكلاينت جاهز، وبالتالي حزمة الكود الذي سأرسلها للكلاينت ستكون أصغر مما قبل، وبالتالي التحميل أسرع. وأيضا الموضوع الثاني، أن سيتم الآن التعامل مع Next.js Server الموجودة بالاب دايركتوري، سيتم التعامل معها كأنني أو سيشبه التعامل معها تعاملي مع أي لغة أخرى، مثل بايثون، مثل VHV، مثل روبي، مثل أي شيء لغة سيرفر أنا أستخدمها. فبالتالي اللغة الأصلية التي ستقوم، أو لغة السيرفر الموجودة هنا، هي التي ستنفذ كل شيء وترسل كل شيء للسيرفر جاهز، للكلاينت جاهز. وهذا يعني سيشابه العمل مع اللغات الأخرى، وأيضا كما قلت هي فكرة أن تحسين البرفورمانس. فأتمنى أن هذه النظرة كانت واضحة نوعا ما عن الموضوع. الآن ربما تتساءل وتقول، متى أستخدم الآب دايركتوري ومتى أستخدم البيجز؟ لأن بالشكل يبدو أن البيجز والآب نفس الفكرة. الآن استطعنا أن ننفذ نفس الموضوع بالبيجز وبالآب، لكن الفكرة مرة أخرى، ماذا علي أن أستخدم ولماذا؟ فإذا إذا كنت كل شيء تكتبه الآن، ابدأه من الآب دايركتوري. كل شيء سنكتبه سنعمل على الآب دايركتوري، لكن إذا احتجنا مثلا أن نستخدم شيء مثل الويندو، مثل اللوكال ستوريج، أشياء كهذا يجب أن يتم تنفيذها على جهة الكلاينت، فنحن سنستخدم البيجز دايركتوري. فعليا هذا هو يعني هذه هي الطريقة، لكن فعليا الشيء الذي نحن سنقوم به، سنحاول أن لا نستخدم البيجز دايركتوري، هذا الشيء الذي سأحاول القيام به، إلا في الحالات الطارئة لن نستخدم البيجز دايركتوري، سنستخدم الآب. لكن الشيء الذي سنقوم به، أن عندما نحتاج أن نستخدم شيء كود يتم تحميله بجهة الكلاينت، بكل بساطة سنعدل على الكود قليلا، سنستخدم شيء اسمه use client directive، وهذا سنتحدث عنها في وقتها. لكن الفكرة الأساسية الآن أريد أن أجيب عن سؤالك، ماذا يجب أن أستخدم، app أم pages؟ الآن سنبدأ باستخدام app وسنبقى مع استخدام app، لن نستخدم pages إلا للحالات الطارئة، وحتى عندما نحتاج أن نستخدم window ولوكال storage سنحاول أن نعدل على الملفات هنا، وحتى تعمل بجهة الكلاينت ولا تسبب أي خطأ
على جهة السيرفر. إذا كان هذا هذه المعلومات التي ذكرتها كثيرة، إذا كانت متعبة لكم فأعتذر عن ذلك، لكن أحيانا لابد أن نواجه الصعوبة ونواجه شيء لا نعرفه. لكن أؤكد لكم أن كل هذا سيتم تكراره كثيرا خلال الدروس، يعني سنكرر مرة أخرى عن الأب دايركتوري، ماذا يعني سيرفر كومبوننت، كيف تعمل الأمور، سنكرر هذا كثيرا. وبالتالي لا تقلق بحيال هذا الموضوع أن الموضوع صعب أو أنك لم تفهمه بشكل جيد. فإذا نتوقف هنا على أن نكمل الدرس القادم، سندرس أكثر عن الأب دايركتوري.